الدرويش بن محمد بن حمد الوهيبي وصل على المركز الثاني. ننتقل مباشرة إلى ثالث التحديات والواصلة وزن مانع بن سعيد بن راشد المنصوري والمركز الرابع. المركز الرابع متعبة حارب بن مغير بن سالم العميمي، والمركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام شواهين ناصر بن معيوف بن سرحان الدرعي القادم على المركز الخامس. هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى، الخمسة الشعارات الأولى التي تواجدت وانطلقت هنا في المقدمة وفي الصدارة وفي التحديات الأولى. نعود بحضراتكم إلى مقدمة الشوط وإلى الصدارة والانطلاق الأول والتحديات الأولى، الصدارة والمركز الأول. شعار الوهيبي، شعار بن حامد خريبيش بن محمد بن حامد الوهيبي، استلم القيادة واستلم الريادة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني كان التحديات ثريا القادمة، شعار محمد بن علي بن محمد الفيدة المري يتواصل هنا الفيدة على المركز الثاني. المركز الثالث الوصول مع شواهين ناصر بن معيف بن سرحان الدرعي، والمركز الرابع متعبة حارب بن مغير العميمي القادم على المركز الرابع. والمركز الخامس من الجانب الأيمن الخامس التحديات، مرحبا بتيجان راشد بن عبيد بن سالمين المنصوري، من يقدم لنا تيجان القادمة بهذا التحدي وبهذا الانطلاق المميز. ولكن المقدمة الصدارة والانطلاق الأول وألف ومئتين ما يفصلنا عن خط النهاية، عن الناموس، عن الفوز والانتصار. المقدمة مع جود على المركز الأول، جود على أرض الكرم والجود. خريبيش بن محمد بن حمد الوهيبي القادم من السلطنة، الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير، كيلو التحديات والانطلاقات المميزة، وهنا جوده على المركز الأول. خريبيش بن محمد بن حامد الوهيبي المركز الثاني، وصلوك الجماعة، وصلت تيجان راشد بن عبيد بن سالمين المنصوري، من يقدم لنا تيجان على المركز الثاني. المركز الثالث وصلت وتقدمت حفلة القادمة أحمد بن حمد بن أحمد العويسي، مرحبا بك العويسي، وأيضا القادم هنا والمنطلق مع الدوحة، أوصلت الدوحة، مرحبا بالدوحة. سعيد بن مبارك بن سعيد بن حمد المنصوري، من يقدم لنا الدوحة المركز الأول. المركز الثاني أوصلت مترفة، ومرحبا بشعارك يا بن كليب، وصل سالم بن سيف بن علي بن سويلم على المركز الثاني. المركز الثالث ما شاء الله تبارك الرحمن، وصلت هداوة حمد بن عبيد بن حنوس العامري، وصل مع هداوة، وما فيها هداوة في عاصمة الميادين، هداوة والأمتار الأخيرة مترفة، هداوة هداوة ومترفة بن كليب وبن حنوس، ولكن هداوة هداوة. تهانينا والناموس لمالك هداوة حمد بن عبيد بن حنوس العامري. المركز الثاني وصلت مترفة على ثاني التحديات بشعار وصلت مترفة سالم بن سيف بن علي بن سويلم. المركز الثالث وصلت الدوحة سعيد بن مبارك بن سعيد بن حمد المنصوري. والمركز الرابع وصلت جبارة بدر بن راشد بن سالم المزروعي. المركز الخامس تيجان راشد بن عبيد بن سالمين المنصوري. 4:19 سبعة أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس لك يا مالك هداوة على هذا الفوز وانتصار. المركز الثاني نفس التوقيت 4:19 سبعة أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس لمالك مترفة سالم بن سيف بن علي بن سويلم. المركز الثالث 4:20 خمسة أجزاء من الثاني الدوحة. السيد سعيد بن مبارك بن سعيد بن حمد المنصوري. تهانينا والناموس لمالك هداوة على هذا الفوز والانتصار.